السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا جماعة الخير. متوفر عندنا شجر تين الأسباني، طبعا ده الحجم اللي هي الضخمة جدا، دي أكبر أحجام موجودة، هو بتيجي من أسبانيا. الجزع ما شاء الله تقريبا يمكن حوالي 4 5 إنش، وطبعا في متوفر منه كذا لون، اللي هو الأحمر زي كده، ومتوفر منه كمان اللي هو الأسود نفس تين الغدان، متوفر كمان منه الحجم اللون اللي هو الأصفر. طبعا ده حجم كبيرة ضخمة جدا، الطول تقريبا في حدود 3 متر. طبعا الجذع طالع من تحت عود متين ومفرح فوق، أحجام ضخمة جدا. طبعا هو حاليا احنا حاطينه في الأماكن المكشوفة برا خارجي، لكن هو في الصيف يفضل يكون في مكان ظل او يكون في بيوت محمية، لانه في الصيف بيتعب شوية. لكن هو من الاصناف اللي هي قوية جدا، وانتاجه قوي جدا، وكطعمه ممتاز. في متوفر الاحجام اللي زي كده الضخمة على 3000 درهم للشتلة. طبعا ده شجر كبير جدا، متوفر كمية. للتواصل على الخاص بالتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.